بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس النهاردة ما زلنا في مرحلة الإعدادات، هنشرح إعدادات الصور سيتنج، بعد كده ميديا. إعدادات الميديا أو إعدادات الصور هي درس بسيط جدا. أحجام الصور أو هو بيتكون من جزئين، الجزء الأولاني هو المهم إن إحنا نفهمه، إيمج سايز، أحجام الصور اللي بتتحط في الوورد بريس محدد لك 3 أحجام: صمب نيل الحجم الصغير 150 في 150، ميديم سايز الحجم المتوسط 300 في 300، لارج سايز الصور الكبيرة حجمها بيكون 1024 في 1024. تقدر تغيرهم من هنا زي ما انت بتحب، عايز تزود عاوز تقلل، دي حاجة براحتك، بس انا بفضل تركها كما هي. لكن لازم تبقى فاهم حاجة، الوورد بريس برنامج ذكي، مش هتيجي مثلا لما تيجي تدخل على بوست وبعدين اد نيو ان انت تعمل بوست جديد، مش هتلاقي الوورد بريس وانت مثلا لما تيجي تدوس بقى ميديا ان انت عاوز تضيف صوره، مش هيقول لك لا ما ينفعش، لا عادي جدا ينفع في اي بوست ان انت تضيف اي صوره انت عاوزها. ولكن بعد ما تحط الصوره في البوست وانت لسه بتكتب البوست بتاعك وقلت له انا عاوز احط الصوره دي، بعد ما تختار الصوره من جهازك ايا يكن حجمها، مش لازم تكون الاحجام دي، ايا يكن الويدث بتاعها والهايت، هيقول لك بقى عاوزها احنا نظهرها لك بقى حجم الصمب نيل اللي هو الحجم الصغير ولا ميديوم ولا لارج، وسط ولا كبير. بمعنى ان انت جبت صورة من جهازك مثلا عرضها 2000 في 3000، 2000 في 3000 طبعا اكبر من اكبر حجم هنا، يعني اكبر حاجة قدامي 1024 في 1024، وانت اخترت صورة 2000 في 3000، عادي جدا الوورد بريس هيعمل لها ريسايز، يعني هيصغر حجمها ل 1024 في 1024. ده الجزئية دي. الجزئية التانية ايمج جاليري كروزل، دوت لما تحب تعمل معرض صور، هو مش مهم قوي ولا مش احترافي قوي برضه، بس هنبقى نعمله درس لوحده ان شاء الله، نعمله بشكل عملي ليه لا. دوت هنا بيقول لك لو انت عاوز تعمل انيبل للصور، لو انت عملت معرض صور هنشوف بعد كده بنعمله ازاي، بس اهم حاجه تعرف انه ممكن تعمله على شكل سلايد شو، يعني انت لو عملت معرض صور مثلا مكون من 20 صوره ممكن تعرضهم على شكل سلايد شو، خلفيه المعرض تبقى سودة ولا بيضة، بس يعني دوت ما شيء مش مهم، اهم حاجه عندنا هي الجزئيه دي، ايمج سايز هي موجوده وثابته ممكن انت تغيرها، لكن اهم حاجه تبقى فاهمها ان الوورد بريس برنامج ذكي يسمح لك ان انت تعرض اي صوره بأي حجم انت عاوز تحطه، بعد كده تختار بقى عاوزه هو يظبط لك الصورة، يبقى من غير ما تنزل برنامج بتعمل برامج اللي بتعمل ريسايز للصور، انت مش محتاج تنزلها، الورد بريس هيعملها لك بشكل اوتوماتيك. يعني انا ممكن اجيب صورة تكون مثلا مساحتها 500 في 600، ما هياش من المساحات دي، مفيش قدامي حاجة هنا بتقول 500 في 600، واختار له ان انا عاوزها ميديم، يروح الورد بريس اعمل لها ريسايز يعني اعاده تظبيط للحجم بتاعتها، يصغرها لمساحه 300 في 300 ويعرضها في البوست بتاعي على شكل ميديوم سايز. ده درس النهارده، شكرا جزيلا.